السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير واسعد الله مساكم جميعا بكل خير. حياكم الله أيها الأفاضل، يا هلا والله ومرحبا بالجميع. أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار سبحانه. اللهم يا رب يا كريم، ما أمسى بي أو بهم أو بأحد من خلقك من نعمة فهي منك وحدك سبحانك لا شريك لك. أمسينا نشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي دهن أو مخلط نبيعه في ميسم الورد الطائفي، تجدون في الوصف قصة له، تجدون وصف دقيق جدا جدا جدا، تجدون أيضا مدة ثبات مصرح بها ومؤكدة. كيف مؤكدة؟ نختبرها زي كذا. شوفوا هذا من تاريخ 28 مايو اللي هي تجميعات ميسم، ما شاء الله، وكأني قبل ساعتين حط، ما شاء الله تبارك الله. أنا ودي أنكم تجربون أيضا أنتم، لأنه العطار من كثر ما تمر عليها الأدهان ترى أحيانا لا يوفق للرأي الصحيح. أنا ودي أنكم أيضا تجربون، حطوا زي كذا واكتبوا التواريخ والأسماء ونوع المنتج وجرب الثبات وأيدني على هذا وصحح لي. ولكن غالبية إن شاء الله بإذن الله أننا متأكدين. ليش؟ نحن ما نعتمد على ذائقتنا فقط، عندنا متذوقين يشمون يختبرون. فترة الثبات والفوحان علمتكم كيف نختبرها ونعرضها على المتذوقين، وبعدها نحن نصرح نكتب ثبات 3 أيام، تلقاه 5 أيام 6 أيام، ثبات يوم معناته يومين 3، نحط بالقليل. ليش؟ عشان هو يبهرك، هو يتحدث معك الدهن إذا وصلك. طيب، تمييز النكهات، كيف نحن في ميسم ورد الطايبي نخرج بنكهات جميلة مرة ونكهات متفردة، نكهات غير مكررة. تدرون يا إخوان إني أحيانا ما تعطر ولا تطيب، أخذ يوم يومين أقطع نفسي كذا. ليش؟ زي الواحد يوم يسوي أبديت، يوم يسوي إعادة تهيئة، تمام؟ أقطع الطيب يوم يومين 3 وارجع بعدين شم. ترى أحيانا تتغير النظرة، تتغير الوجه. وعموم مخلطاتنا إذا بدينا فيها ترى نأخذ فترة نقاهة، أحيان يوم ما نشم ولا شيء أبدا، نرجع نشم، نتخذ بعدها قرارات تحسين تجميل، نعطيه مواد تزيد في الفوحان زي الورد الطائفي مثلا، كلع يبغى نكهة عطرية نعطيه عنبر وما إلى ذلك. اللي بنختصر لكم ونقول لكم ترى أنا نخرج لكم منتجات بإذن الله بعد اختبارات وتمحيص حتى توافق ذوقكم العالي.